من الواضح أن معرض الكتاب في الرباط معرض دولي يتطور سنة تلو أخرى. هذه الدورة من الملاحظ فيها وجود أو تكاتب الجمهور عن الدورات السابقة، إقباله على العديد من الكتب، سواء كانت في الرواية، كانت في السياسة، كانت في الاقتصاد، كانت في الفلسفة، كانت في الدراسات النقدية، في الشعر، تجد أن حتى في كتب الأطفال تجد أن القراء الذين يرتدون هذا المعرض قد تضاعفوا أو زاد عددهم كثيرا، ربما لأن اختيار الوقت كان جيدا. وأيضا إدارة المعرض لا ننكر أن هناك اهتمام حقيقي بالعمل والترويج لهذا المعرض. أنا لاحظت أن المعرض يتوفر على تنظيم جيد واضح عموماً، وهناك إقبال ربما أكثر من السنوات الماضية، وهو في الآن نفسه فرصة للقاء الكتاب من المغرب ومن العالم العربي والأجنبي. إذن أرجو أن يزيد في المستقبل من هذه الاتصالات ومن طرح موضوعات ثقافية تفيد الجمهور. بالنسبة للكتاب المنشور هنا يتعلق الأمر بمقالات ودراسات في النقد الحديث عن الحداثة، عن العلاقة بين المؤلف والقراء، عن مفهوم الرواية بصفة عامة، وهذه القراءة، وأيضا إلى جانب قراءات في روايات مغربية وعربية بصفة عامة. ومن شأن هذه المقالات أن تساعد القارئ على فهم ما تنطوي عليه من أفكار ومن إشارات. يوما كما تبعتوا معنا في رواق رابطة كاتبات المغرب نعرض لمشروع الكتابة والقراءة لنساء الهوامش. كان نسمحوا لكل المبدعات الكاتبات والشاعرات والروائيات للانخراط في تجربة توقيع الكتاب بالرواق، إيمانا منا بالدور الفعال الذي تلعبه المرأة المثقفة في المشهد الثقافي بشكل عام والمشهد الإعلامي على وجه الخصوص. أملنا كبير في أن تتوج النسخة 29 للمعرض الدولي للكتاب بالرباط بنتائج تعود بوفير الفائدة لكل النساء. نفتح كذلك المجال للنساء للمناقشة ولندوات، كما عرضنا بالأمس ندوة تخص رابطة كاتبات المغرب، دور المعارض في تثقيف النساء وفي تثقيف عموم الرأي العام. في رواق رابطة كاتبات المغرب لدينا أسماء متنوعة، ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن على الصعيد العربي أيضا وعلى الصعيد الدولي. نخوض تجربة أخرى، لدينا كاتبة من إفريقيا، هي كاتبة من مدغشقر، إلينا تحضر معنا اليوم في الرواق، ويتعرض مجموعة لكتبها التي سبقت وأن عرضتها أيضا في النسخة 28 لرواق رابطة كاتبة المغرب. المعرض منفتح يعني الناس الناشطين كنشوف انهم يعني كاين انفتاح على المشاكل ديال العصر. ما كنشوفش انا بالنسبه ليا ما كنشوفش غير نفس المشاكل ديال الاعوام اللي فاتت. يعني كنشوف على وقفوا عندي يعني واحد الشباب، يعني كنت فرحان انهم عندهم سؤالات ديال العصر، يعني ماشي سؤالات ديال شحال هادي. هنا كنلاحظوا انه يعني المغرب داير مسافه، يعني ماشي في واحد لوطوغوت، وانا فرحان يعني انه نساهم بطريقه يعني جد متواضعه لهذا المسار ديال المغرب ديالنا، مغربنا الحبيب. رجائي موسى من مصر، مؤسس دار هنا
للنشر والتوزيع، وهي أول دار نشر نسوية في المنطقة وشمال إفريقيا، ودي أول مشاركة لينا الحقيقة في معرض المغرب، واحنا سعداء جدا. وانا كنت براهن وبتوقع الدورة دي يعني تحديدا، لانه في اكتر من فيدباك جه من اصدقاء مغاربة على اهمية حضورنا هنا واهمية الجمهور المغربي. الدورة دي رائعة وجهد عظيم جدا ومنظمة جدا، وجمهور المغرب جمهور مثقف وواعي جدا، وشباب المغرب وشابات المغرب واعدين بالفعل، شبه بالضبط الشباب عندنا في مصر. يعني لو قلنا مبيعات، أنا راضي جدا عن المبيعات وراضي عن المناقشات. الأهم من المبيعات هو المناقشات مع الصديقاء والأصدقاء هنا في المغرب، مع الجمهور العادي اللي بيعد عليك في المغرب، مع البنات الصغيرة والولاد الصغيرين. حتى رحلات المدارس اللي بتيجي هي مهمة جدا لينا، لأن احنا بنشوف جيل جديد من المغرب طالع. معرض الكتاب سامي شوك توجور كنتصدم، لان الناس باقي الاقبال على القراءه وباقي الاقبال على الكتابه. دايوغ الناس اللي كيجيو كياخذوا لو ليفغ ولا شي حاجه، كنشوف كاين دي جون كيكريف وكيسولوني كومون تو اديتي كومون، دونك سا بروف كاين دي جون، يا توجور دي زيكريفان، باقي الناس كيكتبوا باقي كيقراو. دونك وي كما كتشوفوا لي ستوند عامرين، الناس كيشريو الكتب، دونك لو ليفغ باقي كيتقرا، باقي الناس كيقراو.